السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. حين نبدأ الوصفة تاعها اليوم، عندي 3 حبات تاع البيض، ما يكونوش يعني باردين، يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. عندنا كاس تاع السكر الناعم، رايحين نعملو صابلي ذو في الفم. عندي لافاني، قرصة الملح، نخلطو هاد المقادير كامل مع بعضهم بالفوي حتى نحسو يعني هذاك السكر تخلط لنا مع البيض. خلطوها كبيتكم اللي حبت يعني بالخلاط تقدر. هنا عندي كاس تاع الزيت، بنفس الكاس نحط كاس تاع الزيت، نبدا نضيف فيه بالعقل بالعقل، يعني ما نحطوش مره واحده. من اسرار نجاح عجينه الزيت انك ما تحطيش الزيت مره واحده، تحطيه يعني على عده مراحل، على 4 خطرات ولا 5 معليش، ونزيدو نخلطوه. خلاص هنا كنت كملت كامل الكاس تاع الزيت. هاد الكاطو صدقوني يجي بزاف بنين، والشكل تاعو رائع، وذوقوا رائع، يذوب في الفم. هنا عندي كاس تاع نشا، كاس معمر، بنفس الكاس اللي بداو به نكملوا به. نزيد نخلط هذا الكاس تاع نشا، بعد نحي الفوي، يعني هنا خلاص يكون الدور تاع الفوي خلاص، يعني كملت به نحيه هكذا، ونبداو نضيفه في الفارينه. عندي الكاس الاولاني تاع الفارينه، اكيد تكون مغربله. عندي باكيت على لوفور شيميك خميرة الحلوى بوزن 10 غرام، نحطو كامل. نزيد نحط الكاس الثاني تاع الفارينة، ونبدأ نجمع ونوجد الكاس الثالث قدامي، يعني هكا باش كي نجي نخلط يدي تكون نقية، نقدر يعني اليد الأخرى نحط بها الفارينة. دايما وجدوا الكاس الأخر قدامكم. أنا هنا كي راني نخلط في الفارينة مانيش نعجن فيها، زدت الكاس الثالث، شفت لاباط بلي طرية بزاف. نزيد نجمع هاد العجينة، هاد العجينة ما خلوهاش تتلصق بزاف بزاف، نديروها عجينة عادية، على بالكم مالفين يعني نديرو عجينة الزيت تتلصق، هذه لا، نديروها متوسطة. هذا الكاس الرابع نبقى نضيف بالعقل، ما تضيفوش مرة واحدة باش ما تيبس لكمش لاباط، وما نعجنوش دايما يعني نطمو برك. خلاص هنا العجينة كانت انطمت لي، ماشي عجينة تلصق، عجينة يعني نوعا ما شادة روحها. هذا واش بقى لي من الكاس الرابع؟ بقى لي الربع. هنا رايحة نوزنها وزن 30 غرام، واللي عينها ميزانها معليش دير عينها ميزانها، المهم ما تكبروش هاد الكاطو بزاف باسكو فيه باكيت على لوفور شيميك راح يزيد يخمر. هنا حطيتها في سنيوة، سنيوة عادية اللي تدخل للفور. هاي ليك. عندي هاد الطابع تاع الزمان اللي كنا نعملو به يعني نوع من انواع الحلويات، هذوك اللي نقلوهم، رايح يخرج لنا بات صابلي اكثر من رائعه. نحطوه هنا في الفارينه ولا في المايزينا بهذه الطريقه. هاد الطابع يعني ماشي غالي بزاف، 10000 انا شريته، يخرج لنا كاطو بزاف شباب، ويقعد لنا يعني المرات الجايه كي نحبوا نعملوا به ان شاء الله هذاك الكاطو اللي كنا نقلوه زمان. اذا شكون اللي تتفكروا يجي معسل ان شاء الله رايحين نعملوه. فوالا هكا نطبعوهم مليح بهذا الطابع، حاولوا تحبطوهم مليح لداخل لاباط حتى تحسوه خرج يعني من هذوك الثقوب اللي فيه، باش يدير لنا شكل شباب ويحافظ لنا عليه في الفرن. اكيد راح ندخلوه للفرن على 180 درجه عادي في فرن ساخن، نشعلوا له من تحت حتى يتحمر، من الفوق نشفوها برك عجينه الزيت. حبيباتي هنا كنت وجدتها هذه السنيوه الاولانيه، بديت يعني نديكوري فيها قدامكم. انا عندي شويه كراميل هنا اللي مول فنوجدو معاكم، كانت عندي كميه قليله، ما صبتش شكون اللي راح يشيلي المعجون. نتوما لا حبيتوا الذوق، تحبوا الذوق تاع المعجون، يعني على بالكم الصابلي بنينه بالذوق تاع المعجون، وخاصه الذوق تاع المشماش. لصقوا حبه مع حبه، شوفوا الشكل كيفاش يقعد تاع الكاطو ما يفسدش كامل. التزيين يرجع لكم. انا هنا رايحه نحط لها مع الاطراف ثاني شويه كراميل، كيما قلت لكم اللي تحب دير المعجون ولا تقدر نحطو مليح مع الاطراف هكذا. والتزيين انا رايحه نزين بجوز الهند، يعني لانوات كوكو نتوما كيما تحبوا هكذا. نحط جوز الهند مع الاطراف، على بالكم الصابلي زينها يعني نوات كوكو، خاصه كي يكون شباب وخشين، كاليتي شابه، تخرج لنا يعني ديكور شباب. في الوسط رايحه نحط شويه تاع كراميل، كيف كيف مع المعجون برك، زيدوا غلوه شويه المعجون باش ما يطيح لكمش، كيما على بالنا الكراميل ثقيله. عندي هنا شويه فصوص يعني عقاش اللي مالفين، انا حطيته برك للتزيين كان عندي. وبهذه الطريقه الوصفه تاعنا تكون واجده سهله وبنينه واقتصاديه.
وتقطع لنا كميه مليحه. هاي لك هنا السنيوه الثانيه اللي طابت لي كيف كيف، نزيد ان شاء الله نلصقها. وهنا كانت واجده وصفتنا، حطيتها لكم هكا باش تشوفوها، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات كيما مالفين. نقربها لكم هكا باش تشوفوها اكثر، القوام تاعها يجي يذوب في الفم. رايحه نقسم لكم حبه باش تشوفوها، تجي طريه وتوجد بالخف وما فيهاش مقادير بزاف، والشكل تاعها اكثر من رائع. تحبوا ديروها نص هكا في الشوكولا تقدروا. انا نقسمها لكم ونقول لكم حبيبتي ملاقات الخير، جربوا الوصفه، خلوا لي جام. اللي مازال ما اشتركتش مرحبا بيها، ملاقات الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام حبيبتي، في الفيديو الجاي ان شاء الله جربوا الوصفه.